تكلم على القيصومه في مشاركاته في مشاركته الرابعه في دوري كاس خادم الحرمين الشريفين والذي لقى الهدف الثاني. الله 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 على القيصومه. ماذا يقدم نادي القيصومه؟ يفجر في شباك ماكسيم كوفال الذي ينفجر قضبا على دفاعات الفتح بهذه اللقطه. كيف مر؟ كيف راح؟ كيف عدى؟ وكيف وضعها؟ هاتها من بدري يا مخرجنا، هاتها من بدري يا مخرجنا. لقطه الجزائري يوسف شيبان، يوسف شيبان المدافع يتقدم ويسجل من امام النموذجي، من امام فتح الجبال في هذه اللقطه. شوف الكره الماضيه، شوف التقدم الرائع والجميل والتسديده القويه. يا 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 على القيصومه، يا يا على القيصومه، يا اي لقطه، اي هدف، اي روعه من الجزائري شيبان يوسف يفجرها في مرمى النموذجي.